نبدأ بالصلاه على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. خطأ لصالح فريق أهلي حلب. أهلي حلب يحاول بكرة طويلة أمامية لمين؟ لأحمد الشمالي، ولكن الرقابة الدفاعية من عبد الملك عنيزان. النشاط واضح لهذا اللاعب الظهير الأيمن في فريق الكرامة، نشاط واضح واستبسال وقوة وسرعة واندفاع والذود عن مرمى فريق الكرامة بكل ما يملك من قوة من عبد الملك عنيزان. كرة جول! أوكيكي أوكيكي النيجيري، أوكيكي النيجيري أبو لابي في الدقيقة 70 أو الدقيقة 90 من هذه المباراة، اللحظات الأخيرة الدقيقة 89، الأهلي أهلي حلب عبر أوكيكي النيجيري يسجل هدف التقدم في الدقيقة 89 لأوكيكي النيجيري. أهلي حلب يتقدم في مدينة حمص. كرة جميلة كانت هذه الكرة الرائعة البينية من الريحانية، وأوكيكي يلتقط الكرة وبين الدفاعات الكرموية يسجل أوكيكي أولى أهدافه في الدوري السوري الممتاز. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.